منتدى الحياة. منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية. منتدى الحياة. منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية. في منتدى الحياة مرحبا بكم الناس الكل، انتم تسمعوا فينا من توا حتى للأربعة متاع العشية. موضوعنا لليوم تفشي ظاهرة المخدرات وطرق العلاج اللي ساعات تكون غير موجودة، وإلا ساعات زادة الثقافة هذه مش موجودة برشا عنا في تونس للأسف، خاصة وأنه مراكز الرعاية من العلاج تتعد على السويبع لدينا. مدام سونيا، نعود نذكركم اللي تحضر معنا كيما العادة مدام سونيا جبيلي الأخصائية النفسانية. مرحبا بك مدام سونيا. أحب كل مستمعي الحياة فيم، مرحبا خاصة بمستمعين جدد اللي يحاولوا يكبوا دونك البرنامج هذية اللي ديما هو شعار وكونا نتطور ونحاولوا ديما نعطيه الحلول والإضافات اللي تنجم إن شاء الله تعاونهم كسواء في أجل قصير المدى أو بعيد المدى. أكيد احنا مدام سونيا كيما عودنا الناس اللي يسمعوا فينا في بداية برنامجنا وفي طرحنا للموضوع نحاولوا ديما صوت الشارع يكون ديما حاضر معنا في البرنامج، ونحبوا نسمعوا ديما آرائكم. تليفوناتكم أكيد ديما على 70-35-120، ولكن كما العادة نبدأ نشوفوا رأيكم في الموضوع هذا، شنو حكيتوا وشنو تشوفوا، كيف تشوفوا هالانتشار الرهيب هذا لظاهرة الإدمان على المخدرات. نسمعوا ميكرو تروتوار وبعد نرجع للنقاش. اليوم المخدرات ولت تبيع أكثر من الحلوى في تونس، فمش مراقبة جملة تلامذة ولت تستهلك فيها الزيادة. باسبرتو تلقاها مخدرات بصفة عامة، وانت تمشي تلقاها نقطة استفهام كبيرة وقتاش بشوفها هذايا تشرب برشا، خاصة بين فئات الشباب نلقوها حتى في الليسيات في المدارس. في المقابل ما فماش رقابة أبوية ولا مؤسساتية من قبل مدرسة ولا الليسي على الظاهرة هذه. لازمنا دراسة معمقة في الظاهرة هذه، ولازمنا إمدادات وتمويلات بشرية ولوجستية ومالية باش نحاولوا الحد من الظاهرة هذه. الظاهرة هذه هي ظاهرة مخلة بالمجتمع، تنجم تسبب لنا برشا آفات. لازمنا خاصة نعرفوا كيفاش نعيدوا إدماج المدمنين على المخدرات، يعني لازمنا نعرفوا كيفاش نعالجوهم ونفتحوا مؤسسات لإعادة إدماجهم، على خاطر الحل ما هوش هو العقاب في حد ذاته أنه نعاقبوهم حطوهم في الحبس ولا غرامات مالية. الحل هو إعادة إدماج الشباب ولا المدمن بصفة عامة على المخدرات. تفشي ظاهرة المخدرات في تونس تحقيق هذا موضوع معناتها يعني حساس على الاخر، سورتو توا في تونس قاعدين نراو في شباب يعني قاعد يستهلك المادة المخدرة بجميع انواعها. نحكيه على عمر نتاع 10 سنين و12 سنة ولينا و13 سنة، حاجة معناتها نطحوا برشا منها نقاط استفهام. الحقيقة من الاسباب هذوما اللي ما فماش توعية في الموضوع هذايا، اي سورتو يعني ما فماش مراكز يعني تأوي الناس هذوما المدمنين، نقولوا نحن تخرجهم من المستنقع اللي هما ديجا عايشين فيه. ظاهرة المخدرات هي ظاهرة متفشية في عديد الدول بنسب متفاوتة، لكن حسب التشريعات والقوانين تتفاوت. وين ثم ممنوعات؟ ثم بعض المخدرات مباحة إباحة معناها جزئية في بعض الدول حتى العربية الإسلامية، وخاصة إذا كان نحكي على الدول مثلا جنوب أمريكية ظاهرة كبيرة، نتحدث على التجارة، نتحدث على الترويج، نتحدث على إدمان كبير برشا. احنا في تونس الظاهرة بدأت الانتشار منذ فقدت الدولة سلطتها وسيطرتها على مسالك التوزيع، وحتى تعالت بعض الأصوات في إطار الحديث عن الحريات إلى تحوير القانون بما يمكن المستهلك من الإفلات من العقاب بتعلة أنه استهلك شوية ألار معناها مش معقول ياخو عام يكونوا مش نربحوه نخسره. هذه كانت بعض الاراء في ميكرو الحياه فيم. اكيد اذا كان انتم عندكم وجهه نظر مختلفه، اذا كان عندكم تعلقوا على الموضوع هذا 70-35-120 ديما على ذمتكم. نرجعوا للنقاش في موضوعنا اليوم. مدام سونيا، من بين الشهادات اللي كنت تسمع فيه شنو الحاجه اللي قعدت في بالك ولا لفتت لك انتباه اللي هو اليوم صحيح حتى اجتماعيا ولينا نشجعوا ملي ولا فما غياب او ضعف بتتخ السلطه، دوك هذايا ما ينجم ياكد اللي السلطه اللي معناها السلطه الردعيه ما تنجم تنفعنا في حتى شيء، على خاطر ديجا في ضعفها او في غيابها باش تلقى الظاهره تفشيت بصفه كبيره، وهذا اللي قاعد صاير اليوم. لكن ما نركزوش نحن اليوم في دولتنا على الجانب التوعوي، على الجانب التحسيسي، على الجانب التثقيفي. لو كان نجينا نشوفوا نحن اليوم مثلا نلقاو مثلا
مجموعة من الشباب نمشيو لزيارة ميدانية لمركز من مراكز جوستمون الوقاية أو العلاج لمثل هذه الأنواع متاع المخدرات، ونفهموا شنو قاعد يصير في جسم الإنسان وشنو تداعياته الصحية وتداعياته النفسية وتداعياته حتى العدلية. علاش ليه الوقتها نقربوا الإنسان للواقع اللي نجم لقدر الله يعيشه، وقتها منه نجم يستخلص العبرة وينجم يعرف المخاطر جوستمون متاع تعاطي في مثل هذه المواد، وينجم يفهم وقتها اش معناها إدمان، اللي هو الإنسان ينقطع تماما عن المجتمع اللي هو فيه، ينقطع على عائلته، يرفض المجتمع، ترفض العائلة، معناها تسيله برشا مخاطر كسوا في جسمه أو في حتى في عيشته الاجتماعية، يعني فقدان الأصدقاء، فقدان الأقارب، فقدان الأموال في حالات كبيرة. وساعات الإنسان اللي ما يلقاش الإمكانية كونه نجم معناها يلقى هالنوعية متاع المخدرات هذية، فيلتجأ البرشة سلوكيات الحفاظ بالمخاطر للهدف كونه هو يلتجأ مثل هذه المواد. فإذا نحن اليوم قاعدين نقدم فيها بتصويرة إيجابية، فكينا قاعدين نشجع جستمون اليوم في الشباب لتعاطي مثل هذه المواد. ولكن لو كان جينا نقوم بحملات وقائية وتحسيسية، رانا نفهم اليوم علاش معناها شبابنا ما يلزموش ينخرط في مثل هذه الظواهر الاجتماعية اللي توفى بتحطيم جوستمون حياة الإنسان، كسوا حياته كيف ما كنا نحكي قبيلة الصحية أو الاجتماعية، خاطر ديجا تداعياتها الصحية كبيرة برشا والمخاطر فيها كبيرة برشا. المخاطر ما هيش مخاطر مؤقتة، راهي تنجم تكون فيها مخاطر معناها فيها ديمومة لتدهور الصحة الجسمانية عند الإنسان. كان جينا ما نعرفوهم ونحكيوا فيهم في حلقات مكثفة، وندخلهم حتى في المناهج التربوية متاعنا، في الأنشطة الثقافية إتسيتيرا. ولو إنه للأمانة ما نجموش نحطوا الناس الكل فرد حاجة، على خاطر فما للأمانة اليوم فضاءات تخدم على الحملات هذوما ولكن غير مكثفة، دوك تقعد ديما ناقصة، وحتى كانت وجدت تتوجد في فترة معينة من الفترات متاع ما هيش موجودة على كامل السنة، معناها باش نجم الإنسان جوستمون يذكر فإن الذكرى ينفع المؤمنين. يزمك ديما أنت الإنسان تحافظ له على كل معلومة تكون ظاهرة قدامه وتكون موجودة، باش نجم هو لقدر الله كي يتعرض للحالة ولا يرى حالة ينجم يعاون، ينجم يبلغ، ينجم يلقى حل. دوك اليوم ساعات تلقى والدين يلقاو صغارهم لقدر الله ينساقوا في مدار كيف ما هكا، ولكن ما يعرفوش كيفاش يعاونوا، ما يعرفوش لشكون يلتجؤوا وبشكون يتصلوا باش ينجم يتعاونوا في حاجه كيف ما هكا، فالنتائج تكون وخيمه جدا. باهي مدام سونيا، انت بديت بنا، احنا مازلنا كي بدينا النقاش في الموضوع، فقط النقطه اللي حبيت نحكيوا عليها من الاول معاك هي الانتشار نتاع الظاهره هذه عنده برشا اسباب. اليوم حتى في الشهادات اللي سمعناها من البعض يقولوا اليوم معناتها الاستهلاك والترويج، يعني ولات متاحة المخدرات اليوم موجودة بارتو، ما عادش فما التقنين هذاك، يعني وجودها والوفرة متاحة خليتها تكون اكسيسيبل ومتاحة للناس الكل اليوم. ما عادش صعيب باش للأسف معناتها نقولوا في الكلام هذايا، ومانيش احنا كلام نجيبوا فيه من عنا، راهو هذايا بالأرقام اليوم، الأرقام في تونس بعد شوية نعطيكم أرقام مفزعة للمستهلكي والمدمنين، فما الاستهلاك والإدمان صحيح. والطريق ما بين الاستهلاك والإدمان راهو معناتها الترويج وما إلى غير ذلك. اليوم معناتها حتى الاقتناء متاع المواد هذية المخدرة ولا سهل برشا، نحكيه على مخدرات داخل السجون، داخل المؤسسات التربوية، في المحيط، في المحيط بتاع المدرسة، في الشارع، حتى في داخل المدارس أكيد، في داخل الحرمة المدرسية، في وسط العائلات اليوم معناتها وليت ظاهرة مجتمعية. ديجا سيوار قداش من مرة نسمعه في الأخبار اللي إحباط عمليات ترويج داخل مؤسسات تربوية، بايحة على أساس أقراص من الحلوى فتطلع عن بعد في السجون حادثة الحقيقة غريبة شوية صارت في سيدي بوزيد ديرنييرمون في شهر رمضان، أم دخلت للأقراص نتاع المخدرات في وسط دجاجة الولدة وهو في السجن ايه؟ ونعرفوا اللي حتى معناتها المواد هذه المحظورة اللي هي نورمالمون تكون محظورة المواد المخدرة موجودة في السجون للأسف، موجودة كيف ما قلت للأمانة باختو، معناها ولات الفضاءات لا تستثنى حتى وإن كانت فضاءات حكومية معناها. لكن اليوم اللي به اليوم كيف ما قلت تي سيوار، الظاهرة انتشرت بصفة غريبة ولات حتى متاحة،
فما كيف ما فما في شهادة من الشهادات اللي كنا نسمعوا فيها قالك اليوم فما شكون يشجع في إلغاء العقوبات السجنية فما أصوات تندد بإلغاء العقوبات معناها السجنية قدام المراوجين أو قدام اللي يتعاطوا مثل هذه المواد، فهذا ما ينجم كان يزيد من الظاهرة في النسق نتاعها، يزيد في التفشي نتاعها. ولكن اسكو نحن اليوم في المقابل اسكو نحن حاضرين باش نجموا نقوموا بخطة أو استراتيجية وطنية للحد من هذه الظاهرة أو من تفشيها؟ اسكو نحن اليوم عنا الإمكانيات والموارد كسوا الموارد المالية أو البشرية خاصة باش نجموا نحيطوا بها الناس هذوما؟ على خاطر نعرفوا اللي هو الإدمان فيه جانب كبير جانب نفسي، اسكو اليوم الإحاطة النفسية موجودة أو متوفرة وتنجم تلقاها معناها سهلة باش نجم انت تتعامل مع مختص في علم النفس باش ينجم ينقذك الانسان هذاك من الادمان؟ اسكو نحنا فاهمين اش معناها فرق ما بين تعاطي وادمان ديجا؟ اسكو فاهمينها والا لا؟ كي يتعاطى شنو لازم نعمل؟ كي نفيق بيه شنو لازم نعمل في كل الحالات؟ اذا يبدا مدمن كيف شنو باش نعمل؟ دونك هذيا الكل اليوم نقاط استفهام يجب الاجابه عليها، على خاطر اكيد من اللي يسمعوا فينا اكيد حتى كان مش هما راهو في المحيط نتاعهم في عائلاتهم في المحيط المكبر او المصغر راهو اكيد باش نلقاو شكون محتاج المعلومه باش ينجم جوستمون يعاون انسان في الوضعيه هذه. باهي احنا مازلنا موصلين معك النقاش مدام سونيا، فقط عنا تليفون سي فرج معنا بالتليفون. مرحبا بك سي فرج على موجات الحياه فين. أهلا وسهلا، مرحبا ومساء الخير لكل متتبعي إذاعة الحياة FM. مرحبا بك معنا، منورنا الحقيقة، نفحوا برشا وقت اللي تكلمونا وتتفاعلوا معنا. بموضوعنا لليوم سي فرج هو ظاهرة التفشي، ظاهرة المخدرات، الإدمان خاصة، طرق العلاج اللي ضعيفة شوية في تونس، مراكز رعاية المدمنين زادة كيف اللي غايبة نوعا ما ومش متوفرة في مختلف ولايات الجمهورية. وخلينا نحكيوا لهنا على القيروان اللي ما فماش مراكز لرعاية المدمنين والإحاطة بهم زادة ساعة. خلينا بالنقطة نمشيوا معك سي فرج، كيفاش تشوف انت اليوم ولا تفسر أسباب تفشي الظاهرة هذه اليوم في تونس في مختلف الأوساط؟ والله أختي هو رأي هي الحقيقة يعني المسألة شائكة شوية ومتشعبة وتتدخل فيها برشا عوامل. الأسباب الحقيقة ما هيش فيها يعني، أنه غياب التأثير خاصة للفئات المعرضة أكثر من غيرها للانخراط في يعني المسار السلبي هذا، سواء أن المخدرات وحتى قبلها، هي ما تبدأش بالمخدرات أختي، تبدأ بالإقبال بشوية وطبعا بالتساهل وباللامبالاة ربما الأسرة بعد اللي يولي المجتمع. فالحقيقة نوصلوا بعد إلى درجة أنه تولي يعني درجة العودة ممكن. أنا نتصور أنه كيف كل ظاهرة أو كيف كل حشك وباء أو مرض راه تم حلة الوقاية قبل ما نوصلوا طاقة على الفاس في الرأس كما يقولوا. الوقاية خير من العلاج بتبقى. الوقاية في كل شيء خير من العلاج وخاصة في الظاهرة هذه. الوقاية وأنا من منطلق تربوي من منطلق زاوية التربية نقول راهو احنا قبل ما نوصلوا، هو عادة أنا ما متخيلش كيفاش أسرة أو مؤسسة أو كذا ما تتفاجأ كان وتلقى التلميذ ولا الشاب معنا حشك ولا مدمن ولا سي فرج انت تحكي على الأسرة التربوية ولا الأسرة الأولى اللي تحكي والله الأسرة بالأساس الأسرة الطبيعية الأسرة اللي يتربى فيها وينشأ فيها الصغير. كيفاش؟ قلت لك الأسرة اللي ينشأ فيها الصغيرة، احنا نحكيو على العائلة. العائلة هذا تبدأ غادي الحكاية نورمالمون، هو وقتاش ما نصورش وقت المدرسة ولا وقت الدروس ولا وقت الدوام المدرسي، ما هي الحقيقة في أوقات اللي هو خارج على كل تأثير يعني، ما في أوقات يعني فراغ اللي هي مش مؤثرة مش مراقبة. وهذه يعني توا حقيقة المشكلة الكبيرة أنه عندنا موجودة ياسر هالأوقات اللي هي بدون أي مراقبة وأي تأثير، وهذاك وين يدخل حشاك الخطر من جميع أنواعه. احنا طبعا نحكيه على المخدرات
لكن ثم يعني فما برشا مخاطر أخرى أكيد للأسف. ولكن احنا اليوم موضوعنا الإدمان على المخدرات. أنت تقول سيفرج التأثير العائلي مهم برشا، كيف كيف زاد التأثير زاد في المؤسسات التربوية اللي زاد من دور المربي أنه اليوم يخصص حتى ديما احنا نقوله شوية من ساعات التعليم بعيدا على الماتير اللي يقريه. هو الحقيقة أختي مش المربي بصفة فردية، ثم بعض المربيين وبعض الزملاء بمبادرات فردية موجود المبادرة. أما هو المطلوب أنه التوجه المدرسي المنظومة المنظومة التعليمية والتربوية. أنا قبل كان مثلا كان في المدارس وفي الإعداديات وفي المعاهد كان ثم عشية الجمعة، كان السبت، كان حتى ساعات حتى بالأحد، ثم النوادي، ثم المسابقات بين المدارس، ثم غيرها. ما هو الفراغ هو اللي يتعبى بالأشياء هذه. صحيح. حتى أنت لو كان أنت تعبيله فراغه هو الطفل بصفة عامة ولا الشاب راه مؤهل باش يكون يعني ناجح في حاجة، في شعر، في موسيقى، في رياضة، في مسرح، كما ينجم لا قدر الله ينخرط ويمشي إلى متاهات والعياذ بالله. به سي فرج خليكم معنا، تتفاعل معك مدام سونيا جبيلي الأخصائية النفسانية. مدام سونيا الكلمة ليك. مرحبا بك سي فرج، ومشكور جدا على المداخله القايمه نتاعك. ايفيكتيفمون دونك انا نشاطرك الراي اللي اليوم غياب الانشطه الثقافيه والترفيهيه داخل المؤسسات التربويه ساهمت بدرجه اولى الى تفشي ظاهرة الإدمان بصفة عامة وبأنواعه في صفوف شرائح العمرية اللي هي مصنفة شرائح عمرية حساسة، خاصة في مدارس الإعدادية اللي هو خصية العمر هو اللي يطغى عليها. فو اللي هو التلميذ كان في مؤسسة تربوية ابتدائية، فكنا حتى في نظرتنا نحن كمربين الطفل ذاك على أساس التلميذ ذاك على أساس طفل، فمن بعد يلقى روحه في مسار آخر غاير تماما اللي كان فيه، ويلقى روحه فوالا يلقى روحه في محيط بتاتخ غير امن، على خاطر نعرفوا نحن مدى تاثير محيط المؤسسه التربويه على تلامذتنا في الشرائح العمريه في ما بين 11 و 14 سنه اللي هو محيط يكون مستقطب صحيح فتره الحساسه هذيا، فيكون الصغير ديجا هو متشتت في حتى في افكاره، يولي معناها عنده هشاشه نفسيه ينجم اي حد يستقطبه في اي حاجه. ونحن اليوم قاعدين جوستمون نعيشوا في موجة كبيرة من نسق هذايا. فاليوم كي تستقطب وفي واللي هو يعزى إلى فراغ في المنظومة، لأنه الحقيقة احنا نولي عناية بالعلم بالمعلومات شو اسمه العلوم بمختلف أنواعها والمواد التعليمية كل وننسوا اللي هاك الفراغ اللي عنده النفسي والوجداني صحيح. انا كتثمينا الكلام الساده المربين الكل، انا نتذكر شهاده تخدمناها مره، خدمنا الظاهره معناها يوم تحسيسي وقائي لظاهره الادمان، فمحق جلب انتباهي شهاده من شهادات المربين، قال اليوم التلميذ المؤسسه التربويه تعتبر بالنسبه ليه سجن. الكريكرياسيون وكالراحة هذيك الليريا باش يخرج يتفرهد فيها شوية التلميذ متنفس هذيك نهار اللي يخرج دابا ما يخرج ماك الباب نتاع المؤسسة بالنسبة له هذيك هو الحرية حرر معناه فالحرية نتاعو بيسكو ما يعرفش يتصرف فيها هذا هو الموجود يعني فالحرية بيسكو ما يعرفش مازال يتصرف فيها ما يعرفش معناها حرية ما يعرفش الحدود نتاعو فتلقاه ينسيق في أي حاجة تجي قدامه في أي طريق دونك غياب التأثير الحرية هي الانحلال وهي الانعتاق من كل الضوابط ومن كل القيم ومن كل التراتيب الاجتماعية والدينية والأسرية كلها كان يخرج منها هو بالنسبة له حرية. دونك غياب التأثير والإحاطة كسوة الأسرية أو النفسية أو الثقافية أو الترفيهية هذاك اللي يخلي التلميذ ضايع مش فاهم في مش يستثمرك الوقت ذاك الزايد مع التكنولوجيا ما شاء الله الحديثة وسلبيات استعمال التكنولوجيا الحديثة اللي هو ولات اليوم معناها تعطيك تبدل لك حتى فكرتك من ظاهرة خطيرة فتردها لك تستسهلها وتطبع معها ونعرف اللي نحن صغير
الكبير فيسع ما يتأثر جستمون بالحاجات اللي هما بالنسبة لنا احنا اجتماعيا ممنوعة، فكل ما هو ممنوع مرغوب. يقول لك ميساش انا باش نجرب، هو يبدأ على اساس جرب ويبدأوا أصحابه يدزوا فيها، يا مش مشكل هيا جرب. فهو بالنسبة لي هو فيسكو في الفترة العمرية هذيك الخصوصية كونه هو الانتماء إلى الأقران، يعمل أي حاجة يشوف زملائه يلزم أصحابه مدام عامله، هو بيدو يزمو يعمل كاش بش يخرج من المجموعة، بش يصير له رفض من المجموعة، فيسكو ما عندوش حتى خيار آخر إلا كونه ينخرط مع المجموعة اللي هو فيها. فساعات تلقاه مسكين هو غير ما مش مقتنع وما يحبش، ولكن يلزمه يعمل كيف ما الاخرين. باهي احنا مازلنا مواصلين معكم، تحيه كبيره للسفرج، يعطيك الصحه تقعدوا معنا في الاستماع. انتم ما زدت نجموا تكلمونا على 70035120، نستناو تساؤلاتكم، نستناو ارائكم، ديما كلمونا من توا. المشوار متواصل معكم في منتدى الحياه. موضوعنا لليوم هو تفشي ظاهره المخدرات، طرق العلاج، دور الرعايه اللي للاسف منقص عنا، عدد صغير برشا في تونس يتعدى على سوابع اليدين. ما تبدلوش الموجه، خليكم ديما برونشي على 93. مرحبا بكم الناس الكل، انتم تسمعوا في منتدى الحياه. منتدى الحياه، منتدى الحياه، رجعنا لكم من جديد في منتدى الحياه. مرحبا بكم الناس الكل، المشوار مازال متواصل معكم حتى للاربع نتاع العشيه. بدينا باستقبال تليفوناتكم، معنا تليفون بالتليفون معنا مدام مريم، مرحبا بك على موجه الحياه فاب. عسلامة ومرحبا بك أختي، مرحبا بكل مستمعين حياة تفان. يعطيك الصحة مدام. احنا اليوم موضوعنا بحضور الأخصائية والمعالجة النفسانية مدام سونيا الجبالي، نحكيه على ظاهرة تفشي الإدمان على المخدرات، ضعف العلاج ونقص مراكز رعاية المدمنين وطرق العلاج وخطى العلاج اللي في بعض الأحيان الثقافة في العلاج ديما غايبة، وإحنا حتى مش في الإدمان، ثقافة الوقاية ماهيش موجودة عندنا في حتى في مختلف الأمراض الأخرى. مدام ريم، حبينا نحكيو معاك على الموضوع هذايا، تعطينا رأيك في تفشي الظاهرة هذايا، وأكيد إحنا ديما نسلطوا الضوء على الهنا في القيروان، على المراكز اللي غايبة نوعا ما حتى على مستوى وطني. شكرا ليك وشكرا للإذاعة على إثارة الموضوع هذا اللي هو موضوع الحقيقة، إنك معناها راعي موضوع في غاية الأهمية. انطلاقا من تجربتنا يعني من شهيد حياة بمركز الاستماع وتوجيه النساء ضحايا العنف، ممكن نسمح لنفسي أكيد بسيفتك أي قد منا سيفتك ميساج أي جستمع أنا نسمح لنفسي أني نحكي في الموضوع هذي انطلاقا من سيفتي كوني عضوة هيئة مديرة مختصة يعني في الإعلام بجمعية فرع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، و يعني منسقة لجنة العنف في نفس الوقت. الموضوع مدى. بالحق أنا بيجي كنت نستنى في الفرصة هذه الحقيقة اللي معناها باش نحكي في الموضوع هذايا في علاقة بين النساء ضحايا العنف أولا. شنو علاقة المخدرات والتعاطي معناها المخدرات هذه في علاقة بين النساء، يقول قائل شنو العلاقة؟ يعني انطلاقا من حالات واقعيه يعني جيتنا المركز ومن دي تيمونياج معناها من الواقع معناها اللي نعيشوه، ما نقولش في تونس ما نحكي على القروين خصيصا، انه اليوم جينا نسي ضحايا عنف يعني زوجي، ولكن ضحايا زاد ازواج هما بيدهم مدمنين ويجروا نسيهم بتعاطي المخدرات. هذه من تبعات الادمان على المخدرات والا الادمان اون جينيرال اللي يخلي الانسان يولي عنيف، خاصه الازواج اللي قاعدين اليوم يعنفوا في زوجتهم عدد كبير منهم تحت تأثير المخدرات. معناها حبيت نقول لا يكفي انه هو يمارس العنف بحكم هو زادة معناها مدمن والا معناها يتعاطى المخدرات، بل انه يجبر الزوجة تتعاطى، يجبر الزوجة بالفعل الى تعاطي المخدرات. وهنا جاتنا معناها ثم كان نتبعوا فيها نحن في المركز دونك، ومعناها نتبعوا فيها يعني بحسب معناها اختصاصنا نحن في التوجيه القانوني وفي التوجيه الدعم النفسي وفي الاستماع. بالحق معناها تشوف انه المخدرات قديش عندها معناها تاثير، اذا كان نحكيه على مستوى عائلي يعني في علاقه الزوج بزوجته ولا في علاقته زادة بالاطفال. اليوم حتى الاطفال بيتهم ضحايا معناها الوالدين اللي يمارسوا يتعاطوا في المخدرات. بالنسبه هذه في علاقه يعني في العلاقه العائليه ولا في علاقه الزوج بزوجته، واليوم الاشكال اللي نصحوه نحن كيف تجينا ضحيه عنف وضحيه ادمان زاده
فما نلقاو معناها أصعب حاجة لقيناها إنه كيفاش نعالجوا الإنساء هذوما. يعني قعدنا ندوروا ونتصلوا بصفتنا نحن كجمعية ونخدموا يعني بريزو معناها في علاقة بمختلف المؤسسات الأخرى. اليوم لقينا إشكال كبير كيفاش المرأة ذي بغض النظر على التوجيه القانوني والدعم النفسي والبروسيدور هذه كان نعرفوها الناس كل اليوم المرأة هذه كيفاش نعالجوها. يعني قعدنا ندوروا من بلاصة لبلاصة نشوفوا في فماش مراكز بالحق اللي تنجم نوجهوا لها معناها النساء هذوما وباش يتمكنوا معناها من العلاج، لأن الوضعية نتاعهم صارت وضعية يعني خطيرة برشا، خطيرة على نفسها وخطيرة حتى على أطفالها. باهي مدام اللي سامحني بربي، جوست حبيت نسألك فما مراكز لهنا في القيروان ما فماش؟ ما فماش، والإشكال إنه حتى كي اتصلنا بالمراكز اللي كانت تخدم كيما مركز تفاقس ولا غيره معناها هما بيدهم ما عادش معناها يستقبلوا، ما همش موجودين أصلا، يعني انطفرت المراكز معناها كومبليتمون من قعدت. كان مدام مريم مرحبا بك، سمحني باش نتفاعل معاك مدام سونيا جبالي أخصائية نفسانية للأمانة. مرحبا بك يا مدام. دونك للأمانة هو قعد كان السيرفيس توكسيكوماني اللي هو في المستشفى الرابطة في تونس، هذا هو صحيح. وأصلا هو معناها في الحالات اللي يجيونا نحن ساعات حالات مستعجلة، يعني انت لازمك وما فماش فين نجموا يراقدوهم على خط تقت الاستيعاب ما عادش تسمع. صحيح. وبخلاف هذيك انت معناها انسانة في حالة معناها كيما هكاك يلزمها تتنقل ويلزمها في ديك خيز، يعني صحيح انت تجي تخاف عليها معناها من كوارث أخرى تنجم تصير أكور، معناها يلزمها مرافقة ويلزمها فهمتش. أنا نتسائل اليوم علاش ما فماش مراكز من النوع هذية، يعني مراكز في القروين علاش ليه اليوم نقاسي ونحن دوبلومار، معناه لا فما مراكز إيواء، هذوك الإيواء كان مركز واحد هذيك الناس كل تعرف المركز في السبيخة، دونك المركز ما عادش يخدم، وزيد عليهم معناها المراكز العلاج ما فماش. دونك نضطر ونحن معناها كجمعية انها نخدم اكثر على الدعم النفسي نتاع النساء هذوما، ونشكر بعض الاخصائيين النفسيين اللي يتفاعلوا معنا الحقيقة وياخذوا زادة هما اون شارج معنا الحالات هذيا. اما الحقيقة معناها حالات كارثية في وضعية اخرى، معناها هذه انا حكيت في علاقة بالعائلة، يعني الزوج يكون هو مدمن ويجر الزوجة الى الادمان ونوح له معناها في عائلة كاملة معناها ضحية نتاع ادمان. درنيير مو زادة في المركز جاتنا ضحية عنف، امرأة تتعرض للعنف معناها من مدمن، هو يذكر له زوجها وله أخوها ولا عنده حتى علاقة بها غيان كو على خاطر يسكن في الحومة نتاعها. المرأة معناها تحكي على الحالة النفسية متاع صغارها وعلى العنف اللي تعرضت له، معناها عنف يعني عنف مادي عنف لفظي. الراجل داخل في حالة هستيرية معناها كبيرة برشا، ويشكل خطر حتى على الأطفال، يعني حتى أطفالها ما عادش ماشيين يقراوا خايفين. ومعناها من غير ما ندخل في التفاصيل كيفاش تحكي لك هي على الحالة متاع المدمن هذا، يعني اليوم نلقاو في الأحياء الشعبية نلقاو برشا حالات وبرشا خطر الحقيقة على العائلات وعلى المحيط معناها الموجود فيه. أنا نقول الأخطر من هذا إنه هو بيدو شخص، يعني أنا ما عندنا حتى أنتيريد في حياة باش تقدم شكاية وباش معناها باش تمشي في البروسيدور هذيك متاع شكاية. أما أنا نقول راهو الأنتيريد تاعنا مش نشدوا العباد نحطوهم في الحبس، رانا نحن نحبوا نعالجوا هالحالات هذوما باش ما عادش نراوهم في المجتمع نتاعنا، باش ينقصوا، باش المجتمع يعيش معناها باش كل إنسان يعيش معناها في محيط خالي من هالحالات. يعني اللي بالحق لو كنت تسمعوا لي تيمونياج الحقيقة معناها شيء معناها مرعب، يعني كاينك في أفلام رعب فهمتني. نحن توا نبحثوا على طرق العلاج افكتيفمون، يعني السيد هذا المعتدي هو بيدو يعني محتاج الى معناها رعايه، محتاج الى دعم، محتاج الى يعني هنا انا نقول هنا دور الدوله زيدا الحقيقه باش تحب من هالظواهر هذيا. نحن ما حاجتناش باش نحطوا نحن مدام ريم للامانه محتاجين الى استراتيجيه وطنيه فيكتيفمون، دونك استراتيجيه وطنيه باش تحاول تتصدى مثل هذه الدوار، على خاطر كيف ما قلت انت سيادتك توا مش الفايده كوني الانسان المتعاطي اللي هو يشكل خطر حتى على المحيط اللي هو فيه باش نحاسبه ونحطه في الحبس، ما خرجناش من الاشكال، معناه باش يمشي هو باش يجي 1000 في بلاصتو وما دام ما تعالجش من الادمان فباش يقعد مدمن راه. دونك يلزم استراتيجيه وطنيه فيه تشمل الوقايه والتحسيس ومراكز الايواء ومراكز العلاج والاحاطه النفسيه والمراقبه زاده، الرعاية
الرعايه الاجتماعيه. مسالك التوزيع اليوم وين قاعده تبيع المواد المخدره والسموم هذه؟ مدام ريم تقعد معنا بربي، حبيت نسال سؤال مدام سونيا بخصوص النساء هذوما اللي ازواجهم يجبروا عليهم انهم يتعاطوا المخدرات هذه، يظهر لي وقع الصدمه يكون اكبر نفسانيا عليهم، خاصه وقت اللي باش تلقى روحها تستهلك في ماده مخدره مجبوره باغ اوبليغاسيون لازمها تستعمل الماده هذيك، فكيفاش باش تكون حالتها النفسيه؟ هو كيف ما هو اونفان كيف ما كنت تحكي انت، هو باش تكون لها صدمه ديجا، والواقع نتاع الصدمه باش يكون اخطر، على خاطر هي بعد يسفي تفيق ما كل بعد ما الجرعه هذيك اللي خذيتها يسفي تفيق من بعدها ما يجمش يوصلوا للادمان في الوضعيه هذه. اكيد مادامها مجبوره كونها باش تتعاطى مش على اساس مره واثنين، معناها اكيد باش تكون في الوتيره نتاع استهلاك. هو معنا مدام ريم، مدام ريم مازلت معنا بالتليفون. اي نسمع فيكم. حبيتها تكمل التدخل نتاعها وباش نعلق معناها مباشره مع اللي قاعده. فقط سؤال مدام ريم، فما حالات من النساء هذوما اللي ولاو مدمنين بار اوبليغاسيون مش اختياريا اجباريا؟ هما من الاول راهم بار اوبليغاسيون، فهمت؟ اما من بعد يعني المراه تولي هي بطبيعتها اذا كان دخلت في السيركوي هذيك تولي معاش تولي مدمنه، معاش نجم، معاش تولي بار اوبليغاسيون، تولي بمعناها باختيارها هي، لانها تي معناها دخلت في الـ في الـ في الادمان. دونك من الاول هي باش تحس وباش تولي اوبليجي عليها باش تاخذ الجرعه هذيك، على خاطر دخلت في السيركوي تاع الادمان. فوالا. والاسباب زاده تقول لك راهو انا من الاول يجرني للاستهلاك وبار اوبليغاسيون، راهو زاده باش ينسيك في المسؤوليات نتاعو، في انه كي باش تقول له انت على المصروف ولا على الحاجه والاحتياجات اليوميه معناها والكل، يلقى هو سوليسيون ايجا معناها نطلو في العالم اخر، نعملوا جو كذا، يدخلوا فك معناها البدائل معناها الوقتيه اللي معناها يلجأ لها المدمن معناها مع روحه، ويجر يعني زوجة باش تدخل زادة هي فك الإدمان ذاك، هروبا من الواقع، هروبا من المواجهة، هروبا من برشا حاجات. لكن كما قلت أنت في تحديدا معناها إجابة على سؤالك، أنه تدخل المرة الأولى معناها معناها مفروض عليها ويفرض عليها باش يدخلها، من بعد وقت اللي تدخل في حالة الإدمان تولي هي الشيخش معناها معناها انها باش تستهلك، يعني كيما تعودت وكهو ما عادش البدن نتاعها يعني كهو معناها تخلفك الحالات الادمان. دونك مدام ريم كأخ معناها كوظيفتي كاخصائيه نفسانيه، هاو باش نعطيك مثال اخر صار علينا في ولايه القيروان، ومالوغوزمون كيف ما تحكي سيادتك تعرضنا نفس الصعوبات اللي تعرضتها انت، اللي هو في مره من المرات جاتني وضعيه نتاع تلميذ على اساس عنده اضطرابات سلوكيه. باهي بشويه بشويه بدينا نتبعوا في الحاله، فنلقاو البو مدمن يتكيف قدام صغار ويتكيف في ماده معينه، فالصغار هذوكم تلموا معاه في نفس البيت ويشموا فك الماده هذيك، فولاو هما بدورهم مدمنين. فإن فوا يتنحى عليهم كل يبدا عندهم احتياج باش يستهلكوا كل حاجه، مش يستهلكوهم فكنت هما باش يشموا الحاجه هذيك، فيدخلوا في اضطرابات سلوكيه، مش في بالهم اللي عندهم اضطراب سلوكي الوغ هو جاي جوستومون من الادمان اللي كانوا متعرضين واللي وصلوا له بطريقه بيان سور غير واعيه وغير معناها، وكان مجبورين باش يقعدوا في نفس الغرفه اللي فيهم الولي جوستومون. دونك دونك اليوم فريمون في ولايه القيروان تدخل نداء من هنا من المنبر من شاتي انا ومن شات مدام ريم، ظهر لي يلزمنا السلطات اللي هي اليوم موجوده في ولايه القيروان ندوا من المنبر هذايا، كون يلزمنا نخموا مع بعضنا في استراتيجيه اذا ما هيش جهويه وطنية. على الاقل وطنيه، بون على الاقل مش وطنيه نقولوا جهويه، على الاقل مادام احنا عندنا الوضعيات هذوما كون احنا تلفتوا لفته كريمه للتصدي لمثل هذه الظواهر، وتوفير جوستمون الآليات الوقائية والعلاجية والإحاطة للناس كيف ما هك. يعطيك صحة مدام ريم على المعلومات هذه الكل، يعطيك صحة مدام سونيا. احنا مازلنا واصلين معكم النقاش 70-35-120 ديما على ذمتكم، موضوعنا لليوم انتشار وتفشي ظاهرة الإدمان على المخدرات بين الغياب العلاج، وكيف كيف كنا أشرنا مدام سونيا للنقص في مراكز الرعاية، باش ما نقولش انعدام ولو أني منعدمة اليوم حتى في مختلف ولايات الجمهورية. نستنيو تليفوناتكم على 70-35-120 ما تبدلوش الموجة، خليكم ديما برانشي على 90.3. منتدى الحياة.
إذاعة الحياة فيم، تحية كبيرة لكم وين ما يوصلكم صوتنا في مختلف معتمديات القيروان على 93. سينام تحية كبيرة زادة للناس اللي تابعوا فينا على باج فيسبوك الحياة فيم. جينا معكم المشوار من ماضي ساعتين حتى التوا، هكا نكون وصلنا معكم الختام حصتنا لليوم. إذا كان فاتكم أي فيديو وإلا فاتتكم حلقة وإلا شوية من ليميسيون ما كنتوش معنا من بداية المشوار، ترجعوا الباج فيسبوك الحياة فيم تلقاو جميع الفيديوهات المباشرة. موضوعنا لليوم كان الإدمان على المخدرات، الظاهرة هذه اللي قاعدة تتفشى في تونس وخطوات العلاج من الإدمان هذايا. وأكيد حكينا من هنا من القيروان على غياب دور رعاية والإحاطة كيف اللي هي غايبة على المدمنين هذوما. كانت معايا طيلة الساعتين مدام سونيا جبيلي الأخصائية والمعالجة النفسانية، تحية كبيرة ليك مدام سونيا على حضورك معنا. الموعد يجدد معك إن شاء الله نهار الخميس. كلمة الختام دونك اللي نجم نقولوا لهنا باللي هي لفته كريمه للفئات هذوما خاصه في ولايه القيروان، معناها حتى حبينا نلوجوا حتى معناها حلول حتى في الولايات المجاوره، ولكن للاسف معناها انعدام المراكز هذه العلاجيه حتى في الولايات المجاوره مفقوده. موجود معناها بريسك اليوم كان سيرفيس بركه في وسط مستشفى الرابطه بولايه تونس. دونك اليوم بالحق فما حتى ممكن تاع توعيه، اليوم كان ولي او زوج او اخت او صديق كي راه انسان جوستمون في المحيط نتاعو يعاني من الظاهره هذيا، ما يعرفش شنو من الاليات الوقائيه، كيفاش باش يحميه، شنو يعمل كإسعافات أولية. ساعات راهو ما تنساش اللي الناس هذوما نجموا معناها يمثلوا خطر على حياتهم قبل ما يكونوا يمثلوا خطر على حياة الآخرين، على خاطر لا قدر الله كان يستهلك مادة أكثر من طاقته معناها ينجم حتى يفقد الحياة، ينجم يدخل جوستمون في سلوكيات محفوظ بالمخاطر الكل، ينجم يقوم بحاجات هو غير واعي بخاطر هو شنو الإدمان فانت كونت، هو يخرج من الوعي نتاعو فيقعد يتصرف بطريقة غير واعية وتنجم تداعياتها حتى تداعيات إجرامية. فللسلطة المعنية لفتة كريمة مثل هذه الظواهر، معناها نحاولوا نعملوا معناها خطة جهوية معناها اللي هي تاخذ بعين الاعتبار معناها نقاط الكل، كسوا نقاط كيف ما حكينا عليهم، نقاط الوقائية، نقاط العلاجية، الإحاطة والمتابعة، كسوا المتابعة الصحية أو المتابعة النفسية، باش نجموا نحميوا الشخص من روحه ونحميوا المحيط اللي هو فيه. يعطيك الصحة مدام سونيا، كما قلت الموعد يتجدد معاك إن شاء الله نهار الخميس. احنا هكا نكون وصلنا معكم الختام حصتنا لليوم. تابعوا بقيت برامج الحياة فيم جوك على 93 من 4 حتى للستة، برشا مسابقات تستنى فيكم. سينو موجز الأخبار مع الزميل حسن نبتي، خليكم ديما برانشي على الحياة فيم. منتدى الحياة، منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية. منتدى الحياة، منتدى الحياة هو فضاء للحوار ومساحة القرب والتفاعل الإيجابي مع مشاغل المواطنين. في منتدى الحياة مواضيع اجتماعية تربوية اقتصادية وتنموية.